السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أخلاقنا والواقع. يقف رجل قبالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول له اتق الله. يقوم الصحب الكرام إلى هذا الرجل، يوقفهم عمر، يقول لهم لا، دعوه يقول، لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. الصراحة للكلام حول هذا الموضوع ضيفنا الدكتور حسن خطاف، دكتوراه في العقيدة الإسلامية، نائب عميد كلية الشريعة في حلب الشهباء سابقا. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. صراحة، ما هي الصراحة؟ بصراحة الناس عندما يقولون بصراحة يعني أنهم يريدون أن يخرجوا ما في نفوسهم بصراحة. الصراحة يعني هي الوضوح، هي البيان، وإذا غابت الصراحة حل الالتواء والاعوجاج وخلفها. بصراحة، إذن الصراحة هي أن نخرج ما في أنفسنا للآخرين، سواء في أحكامنا على الآخرين أو سواء ما بدر منا. نقول بصراحة خرج مني هذا الشيء وأنا أقصد بهذا الشيء، وبالتالي الصراحة رجولة والصراحة شهامة، ولا يقوم بها إلا كبار القوم. لأن هذه الصراحة يمكن أن تجر مصائب على الصريح، يمكن أن يتهم بشيء ما، وبناء على ذلك هي حقيقة لا تخرج من الناس الصغار وإنما تخرج من كبار القوم. علماء النفس يقولون أقصر طريق إلى الوصول إلى الهدف هو الصراحة، وكذلك يقول علماء النفس أنه أقصر طريق لقلوب الناس هي الصراحة. لكن هنا قد يقع البعض في إشكال بين مسألة الصراحة والمداهنة، خاصة للقرب من قلوب الناس. الفرق بينهما واضح. الصراحة أن نكون صريحين في أحكامنا، في مواقفنا، أن نبتغي من وراء ذلك النصح وإرادة الخير. المداهنة هي التواء وهي اعوجاج. من حيث الظاهر كلاهما صحيح، أنا أقف معك، ربما أقف معك مداهنة، ربما أقف معك صراحة. المداهنة حقيقة أن نبيع قيمنا، أن نبيع ديننا من أجل مصالح دنيوية. فرق كبير. بينما الصراحة أنا أريد لك الخير، أنا أقول بصراحة مثلا أنا لا أراك كفئا لهذا المنصب. أنا أقول مثلا بصراحة في جلستنا السابقة كنت شديدا على فلان من الناس، هذه هي الصراحة. وبالتالي أنا لا أجاملك. أما المداهنة فهي أن أمشي معك، أن أتستر على عيوبك، وربما أزين لك هذه العيوب من أجل مصالح دنيوية، ربما لأنك تاجر، ربما لأن لك مقام، ربما لأسباب أخرى. يعني البعض يقول، خاصة كلمة يعني شهيرة مشهورة عند الناس، والله بمسح جوخ، خاصة حينما يكون يتكلم مع مسؤول، مع كبير، مع قائد الآن في الثورة، مع عالم، مع شيخ، وبمسح جوخ. يعني نريد أن نقف قليلا عند تحليل هذه النقطة. يعني في كل مجتمعاتنا، لا أريد أن أقول في الكل، في أغلب مجتمعاتنا الصراحة مفقودة اليوم، وأنت ذكرت من ذلك مثلا الشيخ. كم هو جميل أخي عندما يخطب ذلك الشيخ ويذكر حديثا موضوعا على المنبر، فيقال له من أحد طلاب العلم، هذا الحديث موضوع لا أصل له. فهو يكون صريحا مع الشيخ من جهة، لكن ما أروع أن يعترف بصراحة هذا، وأن يقول، ليكون صريحا هو، أن يقول نعم كان الحديث موضوعا. لكنه بصراحة أيضا يذهب ليلتوي ويبحث عن أعاذير ويقول لك ربما نعمل به في فضائل الأعمال أيضا. عفوا، نحن اليوم يعني حتى في الثورة وفي أسباب الثورة ما كنا صريحين مع بعضنا، وبالتالي الذي يقف يضع رجلا هنا ورجلا هناك هو ليس صريحا، الذي إلى الآن يعني رمادي اللون هو ليس صريحا ولا يعرف الصراحة، وإنما يسير وراء مصالحه. طيب، هل يوجد صور ومشاهد من في عهد الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مسألة الصراحة؟
أخي إذا كانت الصراحة هي الوضوح فالذي يحل محلها إذا اختفت هو الغموض والالتواء، بل ربما يكون هو النفاق. وشريعتنا أبعد ما تكون عن هذه الأشياء، نماذج عدة وصور كثيرة حقيقة. يعني نذكر لو أخذنا صورة من هذه الصور أو صورتين، صورة مثلا امرأة ثابت بن قيس، امرأة ثابت بن قيس عندما رأت زوجها وكان يمشي بين أصحابه وكان دميم الخلقة قصير القامة، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت لا أعيب عليه خلقا ولا دين. صراحة كانت صريحة، لا أعيب عليه خلقا ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني أنني إذا رضيت به وبقيت على هذه الحالة قد لا أقوم بواجب اتجاهه. فنلحظ أمرين هنا أخي، الأمر الأول أنها كانت صريحة وواضحة، والأمر الثاني أنها ما زادت، أعطته بصراحة، أعطته مقامه الحقيقي، ما عبت عليه شيئا آخر. وهذا درس لنا في حياتنا اليومية عندما يقع الطلاق، ما أبعد أن نكون عن هذه المسائل. فترى الزوج يختلق عشرات من الأكاذيب أحيانا من أجل أن تسقط المرأة مهرها المؤخر، وربما تختلق المرأة مئات أو عشرات اتهاما للزوج اتهاما باطل. من أجل ماذا؟ من أجل أن تحصل على المكاسب. إذن صراحة موجودة عندنا في شريعتنا. عمر أخي، سيدنا عمر رضي الله عنه إذا ذكرت الصراحة فيذكر عمر أيضا في مواقف عدة. في الحديث الصحيح الذي هو يذكره يقول عندما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي قال فجئته، جاءه هكذا بطريقة قوية، وقلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله أتصلي على هذا المنافق؟ أتصلي عليه وقد قال يوم كذا كذا ويوم كذا قال كذا؟ وما كان رسول الله يزيد على التبسم حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. بعد ذلك يقول سيدنا عمر كم كنت أستغرب من نفسي، كم كانت جرأتي وصراحتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف هذا المنهج أخي نفتقده اليوم في حياتنا، في مشاريعنا، في بيوتاتنا، في بيوعنا، في علاقاتنا الاجتماعية، في مؤسساتنا الشرعية. في الحقيقة هذه الصور وهذه النماذج كثير ما ترسخ بل تقوي هذه المعاني ومعنى الصراحة في القلوب. نريد أن نستزيد من هذه الصور والنماذج خاصة في عهد النبي وفي عهد الصحابة حتى في عهد التابعين. يعني نذكر مثال على ذلك أخي، أمثلة كثيرة حقيقة. أبو التيهان عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة وقال يا رسول الله إن أظهرك الله على قومك هل سترجع إليهم؟ لأن بيننا وبين اليهود في المدينة عهودا وإننا سنقطعها، هل سترجع إليهم وتتركنا؟ والحديث في الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكل صراحة كما قال أبو التيهان بكل صراحة، يقول بل الدم الدم، يعني دمي من دمكم، أطالب بدمكم كما تطالبون بدمي. أخي هذه صراحة. إذن الصراحة كانت موجودة حقيقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة رضوان الله عليهم. سبحان الله. وهذا ما تعقيبا على المثال الذي ذكرته، مسألة عبد الله بن أبي بن سلول، أيضا في ابن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد السيد وعبد الله، له موقف وموقف شهير في الصراحة بل والتربية في الصراحة. نأتي إليه إن شاء الله بعد الفاصل. نذهب إلى فاصل ثم نأتي لنركز على هذا الموضوع على هذه النقطة ونقاط أخرى. أحبتي المشاهدين فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا إخوتي المشاهدين في أخلاقنا والواقع. دكتور حسن، كنا قد وقفنا قبل الفاصل عند صور وأمثلة من الصراحة، وقفنا عند مثال عبد الله بن أبي بن سلول،
مع ابنه. حبذا أن نقف عند هذه النقطة في مسألة الصراحة. أيضا ابنه كما تعلمون جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما أشيع على أن النبي أذن في قتله، فقال يا رسول الله إن كان هذا الأمر حق فدعني أنا أقتل أبي. لحظ إلى الصراحة، فدعني أبدا فدعني أن أقتل أبي حتى لا أقتل من يقتل أبي فأدخل في النار، لأنني سأقتل مسلما بكافر، لأنه ربما يراه أمامه ولا يطيق ذلك. لاحظ إلى هذه الصراحة، دعني يا رسول الله إن كان هذا الأمر حق أنا أتناول أن أقتل أبي حتى لا يقتله آخر، وبالتالي قد أقتل الآخر فأدخل في النار لأني أقتل كافرا بمسلم. أخي هذه أخلاق صراحة. قد يقول بعض أنه هل تتطلب صراحة في كل الأمور؟ يعني في كل الأمور تطلب أن أكون صريح؟ حقيقة الصراحة تتطلب في كل الأمور، لكن ألا تصل إلى مرحلة الوقاحة والجلافة. يعني ولا سيما إذا ترتب عليها أمر، يعني أحيانا أمور مالية حياتية معاشية، ينبغي أن نكون صريحين بشرط ألا نكون وقحين وألا نتزيد، ألا نتزود في ذلك. مثلا أخي اليوم أنت تسألني عن فتاة تريد خطبتها، أنا أكون صريحا معك، أنا أقول لك مثلا لا تصلح لك مثلا أخي. هذه صراحة. تريد أن تعامل تاجرا هذه نصيحة أيضا. أنا مطلوب مني أن أقول لك فلان يعني يتعامل مع الربا، لكن أنا أستطيع أن أوصل هذه الكلمة أحيانا وأنت تفهم علي من غير أن نصل إلى مرحلة الوقاحة. يعني مثلا أنا عندما أكون مدير مدرسة على سبيل المثال، يأتي مدرس إلي فلا أرى تلك الكفاءة، أنا يمكن أن أسحبه على طرف، أنا أقول له يعني هذا المستوى الآن من مستوى الطلاب يحتاج إلى مزيد من الاعتناء، مزيد من الدراية، وأنت نذكر له الإيجابيات وأنت عندك إيجابيات جيدة، لكن هذا المستوى حقيقة يتطلب مستوى أكثر، وأنت إن شاء الله ستكون لك فرص أخرى. هذه صراحة. لكن ماذا لو أنا قلت له أنت لا تصلح أن تكون مدرسا؟ كلاهما صراحة ولكن هذه وقاحة حقيقة. أنا عندما أقول له أنت لا تصلح أن تكون مدرسا ولا يصلح أن تكون مدرسا للابتدائي، فكيف تأتي لتدرس مثلا في المرحلة الثانوية؟ اذهب، قد أقول له مثلا اذهب واصنع صنعة أخرى. لا، يعني نحن جرحنا مشاعره هنا. كلاهما صراحة ولكن واحدة صراحة والأخرى وقاحة. خطر في بالي الآن مسألة الصراحة مع الزوجة، كيف تكون الصراحة مع الزوجة وهل يجب أن نكون صريحين مع أزواجنا؟ الصراحة تقتضي منا أن نكون صريحين، لكن ماذا تطلب منك الزوجة لتكون صريحا معها؟ يعني مثلا لو سألتك يعني هل أنت متزوج زوجة أخرى، ستكون صريحا نعم أنا متزوج زوجة أخرى. يعني البعض يجوز يجوز الكذب على الزوجة. يعني هو يجوز الكذب هنا بمعنى يعني بمعنى آخر أخي. يعني إذا ترتب هذا الكذب، نحن عندنا قضية المصالح والمفاسد، يعني أنت تقول لها أنه أنا والله لك مكانة مثلا، لك مكانة في قلبي وأنا أحبك وأنا كذا، لكن أحيانا قد إذا وصل الأمر إلى الكذب قد يكون فيه نقض لأشياء أو دجل أو كذا، يعني هذا فيه افتراء. فالكذب هنا قال مقابل الزوجة نعم، قالوا هو يعني أجيز الكذب في ثلاثة، لأن هنا المصلحة عندنا مقياس المصالح والمفاسد هي الأصل في هذا. يعني أحيانا الرجل يصل لمرحلة من الصراحة إلى جرح مشاعر الناس، فتقييم الآن نريد أن دعنا يعني نقيم الإنسان، يوجد إنسان مجامل، يوجد إنسان صريح لكنه غير مجامل، ويوجد إنسان وسط بين هذا وبين ذاك، يعني نرتبهم ثم نسقط بعض الأمثلة عليهم. يعني الإنسان المجامل هل نقول عنه أنه غير صريح ويجب أن يكون صريح؟ يعني حقيقة ماذا نقصد بالمجاملة؟ يعني اليوم بعض الناس عندما تتحدث بصراحة ربما يقول لك أنت لا تعرف السياسة، لا تعرف سياسة السياسة بين الناس، وأنت عليك أن تجامل. لكن ما هي الحدود أخي؟ يعني أنا قلت أنه يمكن أن أنا أوصل مرادي بطريقة لبقة،
ويمكن أن أوصلها بطريقة خشنة. فرق كبير جدا. المجاملة أحيانا ربما نخشى أن تنزلق إلى مرحلة الكذب أو مرحلة التستر على بعض العيوب أو مرحلة النفاق أو المداهنة. فرق كبير. يعني إذا استطعت أنا أن أجامل الناس بحيث أوصل الفكرة، أكون صريحا واضحا، أوصل الفكرة بطريقة لبقة، بطريقة لا أجرح مشاعر الآخرين، فهذا هو المطلوب. أما أن أكون خشنا فليس هذا من منهج النبي عليه الصلاة والسلام وليس من سيرته صلى الله عليه وسلم. ولكن نخشى أن أقول، يعني نخشى، نحن اليوم في مجتمعاتنا لا وضوح عندنا في كثير من تصرفاتنا في أحكامنا على الآخرين، وهذه حقيقة ربما تقرب من المداهنة التي تحدثنا عنها. وبصراحة أيضا الأشخاص عندما نسأل عليهم أن نتكلم عنهم بكل وضوح. يعني لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا وهو قد مات. لاحظ، فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. هذا الثناء بالخير أو بالشر هو صراحة، هو صراحة. ولذلك قال العلماء هذا أصل في الحديث عن الفاسق. فنحن اليوم ينبغي أن نكون صريحين. أخي، شخص مثلا يتجاهر بالمعصية، يتجاهر بالرذيلة أمام الناس، ينبغي أن نكون صريحين معه ولا يدخل حتى لو كان ميتا. لماذا؟ قد يقول قائل طيب ما الفائدة يعني لو كان ميتا وقد مات، حتى يعني ننفر الناس من سيرته. لذلك يقول الإمام النووي وغيره، يقول هذا الحديث هو أصل في الحديث عن أصحاب المعاصي الذين يتجاهرون بالمعصية. طبعا عندنا حديث كفوا يعني اذكروا محاسن موتاكم وكذا، قالوا ذلك الذي يعني يفعل صالحا ويفعل طالحا، أما ذاك الذي المشتهر بالمعصية والذي يتبجح، لنكون صريحين ولنتحدث عنه. نريد أن نختم في مسألة ضرورة الصراحة في عصرنا الحاضر. ما لم تكن هناك صراحة فهناك نفاق في الأغلب. ما لم تكن هناك صراحة يكون هناك حديث بعد الخروج من اجتماعاتنا وجلساتنا. أنا قلت في عصرنا الحاضر وأقصد الثورات العربية وخاصة في سوريا. الآن قد تكون الصراحة قد تؤدي لقتل ناس. أخي ليست هذه صراحة. يعني الآن الصراحة، يعني عندما يأتيك في بداية الثورة هذا كان يحصل، عندما يأتيك عنصر الأمن ويقول لك فلان المطلوب هل هو في بيتك، لا ينبغي أن تكون صريحا وأن تقول يعني أنه أنا لا أكذب وسأكون صريحا، نعم هو موجود عندي في بيتي. لا، هذه ليست صراحة، هذا قتل نفس أخي. إذن قضية المصالح والمفاسد هي التي تحكم هذا. أنا الآن عندما أستطيع أن أتكلم بكل صراحة ينبغي أن أتكلم، لكن مع اختيار الألفاظ. نعم هناك أشخاص الآن مثلا على سبيل المثال في الثورة في مدينة دمشق أو في غيرها أو في كذا، هم يشتغلون الآن لصالح الثورة. يعني لا نطلب منهم أن يكونوا صريحين ما دام أنه ينفع هذه الثورة، أن نطلب منه أن يعلن أمام الملأ والله أنه، لأنه قد يهلك نفسه في هذا. إذن قضية المصالح والمفاسد في نهاية المطاف هي التي تضبط هذا الأمر. أشكرك دكتور حسن خطاف، دكتوراه في العقيدة الإسلامية ونائب عميد كلية الشريعة في حلب سابقا. شكرا لكم. شكرا لهذا اللقاء الطيب المبارك. الله يحسن إليك يا رب. إخوتي المشاهدين، لا يسعني إلا أن أشكركم لحسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن للحق